أخذ على نفسه تشعليات ديال المؤسسة، أخذ على نفسه أن ينفض الغبار ويتحيد من الخانة ديال الأحزاب اللي يطلقوا عليهم الأحزاب الإدارية. لقاؤنا اليوم كان عبارة عن ندوة فكرية تحت عنوان مشاركة سياسية للشباب والبحث عن مداخل المصالحة، حيث تطرق الأساتذة الأفاضل لمجموعة من النقاط تخص أسباب عزوف الشباب عن السياسة ونفورهم من اقتحام هذا العالم الذي ظل حكرا لسنوات مضت وخلت على فئة معينة.